حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. انطلقت صباح اليوم النسخة الثانية من منتدى الدوحة الرياضي الدولي بأكاديمية سباير، وقد أشرف على انطلاق المنتدى سعادة الشيخ صلاح بن غانم العلي وزير شباب الرياض وزير الشباب والرياضة. نتابع مع بعض هذا التقرير. أكثر من 120 متحدثاً و1500 مشارك جمعهم منتدى الدوحة الرياضي الدولي في نسخته الثانية. إن دولة قطر قد أصبحت في السنوات الأخيرة طرفاً عاماً وفاعلاً في الساحة الرياضية العالمية. وخلال حفل الافتتاح تحدث سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة عن أهمية الشباب كمورد تنموي يعتمد عليه، مؤكدا على تركيز الدولة على دور الشباب والرياضة في التنمية البشرية الركيزة الأولى في رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني المدير التنفيذي لمؤسسة منتدى الدوحة الرياضي الدولي إن انعقاد النسخة الثانية من المنتدى في الدوحة عاصمة الرياضة يأتي مكملاً للمبادرات الرياضية العديدة التي تتميز بها الدولة. ويعقد المنتدى بمبادرة من مؤسسة سباير زون كتجمع سنوي ومنبر دولي للفكر الرياضي بهدف خلق فرص للتغيير الإيجابي عبر الرياضة وإبرازها كمحرك أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. هذا المنتدى لله الحمد عن أعتقد للسنة الثانية على التوالي، ونشكر القائمين عليه وعلى تنظيم مثل المنتدى، لأن فعلا مثل هذا المنتدى دائما ما تطلع من خلاله مبادرات ممكن الاستفادة منها، طبعا لا نتكلم في قطر ولكن في جميع مناطق العالم. والله الحمد أنا أعتقد هذه السنة الثانية على التوالي هناك العديد من المشاركين، سواء كان من الاتحادات الدولية، من الأعضاء في اللجنة الدولية، أيضا من وزراء الشباب الرياضة، واللي احنا سعيدين بوجودهم معانا هنا. هذا المنتدى هو منبر لصالح آسيا وأفريقيا، ومستوى التنظيم والأجندة الطموحة التي طرحها القائمين على هذا المنتدى الرياضي الدولي أعتقد يشكل جسور تواصل بين كل القارات وبين كل الحضارات اللي إحنا في أمس الحاجة له، وأن يكون في دولة عربية أعتقد هو مفخرة للمجموعة العربية. وقد تميزت فعاليات المنتدى بإطلاق معهد جسور بإشراف اللجنة العليا لكأس العالم 2022. معهد جسور مركز للتميز في الإدارة الرياضية وتنظيم الفعاليات الكبرى. طبعا تعرفين أن قطر مقبلة على فعاليات رياضية كبرى، بداية 2015 بطولة كأس العالم لكرة اليد، وبعدين عندنا طبعا البطولة الكبيرة اللي هي كأس العالم 2022، والمنطقة كلها يعني قاعدة تستقطب الفعاليات الرياضية الكبرى. فاحنا يعني رؤيتنا كانت ان احنا نبني كادر قادر على تنظيم الفعاليات الكبرى، وايضا كادر يفهم إدارة الشؤون الرياضية وصناعة الرياضة. من هذه الرؤية ولد الحلم اللي هو مركز جسور. برعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، بحضور سعادة المهندس عيسى بن هلال كواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، أقيم منتدى كهرباء السنوي تحت شعار التحول الاستراتيجي. نتابع التفاصيل في هذا التقرير.
افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة المنتدى السنوي لتخطيط الأعمال الذي تعقده المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء. المنتدى يعقد برئاسة سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة، ويستمر لمدة يومين تحت شعار التحول الاستراتيجي في الأداء، وذلك لمناقشة خطط إدارات كهرباء المختلفة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشاد سعادة الوزير بالإنجازات التي تحققت في قطاعي الكهرباء والمياه قائلاً إن هذه المؤشرات تدل على نمو وتوازن في معدلات النمو الاقتصادي في الدولة، وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد خلال السنوات القادمة على صعيد التخطيط الاستراتيجي لمواجهة التحديات وتلبية الطلب المتوقع على خدمتي الكهرباء والماء في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة. بدوره ألقى سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس الجلسة كلمة أشاد فيها بالإنجازات العديدة التي حققتها كهرماء والمستوى الرفيع للأداء الذي تحقق في خلال العام 2013، حيث تمكنت كهرماء من تأمين الطلب على الكهرباء والماء وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة بالجودة والأمن والسلامة المطلوبة لكافة فئات المشتركين. وقال إن كهرماء حققت ما هو مطلوب تجاه الشبكة الموحدة الكهربائية لدول الخليج العربي. ويشارك في الاجتماع مديرو الشؤون والإدارات ورؤساء الأقسام بكهرماء لاستعراض ومناقشة خطط ومشاريع الإدارات خلال الخمس سنوات المقبلة ومراجعة مستويات الأداء خلال العام الماضي. وتأتي الأهمية الاستراتيجية لهذا المنتدى أنه يضع خارطة الطريق لقطاعي الكهرباء والماء وخدمات المشتركين في ظل ما تشهده البلاد من نهضة، وذلك للأعوام الخمس المقبلة. إذن تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبحضور وزير التخطيط التنموي والإحصاء سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، انطلق منتدى اليوم القطري للإحصاء. لمزيد من التفاصيل حول هذا المنتدى الذي عقد في فندق الفور سيزن نتابع مع بعض مشاهدينا هذا التقرير. بمناسبة اليوم القطري للإحصاء، نظمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء منتدى اليوم القطري للإحصاء بعنوان الإحصاء والتنمية في دولة قطر، تحديات توفر البيانات، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور وزير التخطيط التنموي والإحصاء سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت. أنا أعتقد أن المسيرة الإحصائية في دولة قطر مسيرة مشرفة وناجحة ومتطورة مع الوقت، وهناك جهود ضخمة واستثمارات عالية، أعتقد أنها أتت أكلها، ويعني رأينا نتائجها في التقديرات لدى المستخدمين البيانات الإحصائية سواء في الداخل أو الخارج. الهدف أيضا إحنا من هذا المنتدى أن يكون فيه دراسة لاحتياجات الجهات الشريكة من داخل الدولة، سواء مثل ما قلت لك بعض الوزارات أو بعض المؤسسات، معرفة احتياجاتهم. في نهاية الحفل راح نخرج بنوع من الرؤية الواضحة لنا ولشركائنا ما هي الاحتياجات سواء كانت الحالية أو المستقبلية، واللي عليها راح نبني خططنا سواء كانت قصيرة المدى أو متوسطة المدى لتوفير هذه الإحصائيات. طبعا الاحصاءات بالنسبه لنا هي نوعين من الاحصاءات، احصاءات من السجلات الاداريه واحصاءات من المسوح الميدانيه. طبعا احصاءات السجلات الاداريه احنا نسعى مع الاخوه في الشركاء في الجهات المنتجه للبيانات في الوزارات والمؤسسات والشركات، بحيث ان احنا نعمل معهم ربط الكتروني يتم من خلال تدفق البيانات بسهوله، وايضا تزويدنا بكافه البيانات بشكل في الوقت المناسب وبالشكل المناسب.
I think this conference is very very useful for me as well as to learn from the Qatari, and also I found that of course all the participants actually they have very active asking the question and so forth in order to understand the subject very detailed. وإلى جانب المنتدى الذي ناقش قضايا متنوعة في مجال الإحصاءات الرسمية مع التركيز على استخدام الإحصاءات في صياغة السياسات المبنية على الأدلة، خص وزير التخطيط التنموي والإحصاء الصحفيين بجلسة حوارية استمع فيها إلى جميع الأسئلة وأجاب عنها. بالانتقال إلى موضوع آخر، حضر طلاب مدرسة جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية البنين برنامج الصقار، حيث تعرفوا على أسرار تربية الصقور وكيفية التعامل معهم والعدة التي يجب أن ترافق الصقار. نعم، البرنامج كان في إطار حملة دلنية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية. خلونا نشوف وياكم المزيد من خلال هذا التقرير. المدرسة اليوم نفذت عملية الصيد بالصقور وتعليم الطلبة كيف طريقة الصيد بالصقور، وهذا من العادات والتقاليد العربية في الخليج وفي قطر خاصة، وتعليم الطلبة وما يطرق عليهم الصقار الصغير بأنها طريقة الصيد بالصقور، والحقيقة تجاوب الطلبة معها تجاوب كبير واستفادوا، وكان فيه نقاش وكان فيه استفسار عن أمور كثيرة في هذا الأمر. الهدف تنمية العادات والتقاليد والموروثات في برنامج دلني. تحط فيها التلوار، تحط فيها الخيط، خيط الحمامة، وتحط فيها الشبكة، وتحط فيها الدربين، الأمور اللي تتعلق بالطير كنت قامص. لما عيال البلاد يبون يتعلمون على الصقارة لا بد ان بنعلمهم ايش اللي يبغون، احنا بنعلمهم، وجبنا لهم ان شاء الله، يعني جينا اليوم جبنا الطيور معانا وشرحنا لهم من يوم يصيدون الطير وحش وشلون يعلمونه ويدربونه وشلون يدعونه وشلون يقنصون به، ودعينا الطير قدامهم بالتلواح وشرحنا لهم التلواح ايش وظيفته والمخلاه ايش يحطون فيها من سبوق ودس ومرسل والمنقله والخيط والشبكه الحمامه. كانت عندي خلفية بسيطة عن الصقور، واليوم استفدت أكثر من المحاضرة التي قامت بها مدرسة علي بن جاسم. معاشة الصقار كان طبع جيد واستفدت استفادة كثيرة وقيمة من معاشة الصقار، تعلمت كيف يصطادون الطير وكيف يتم ترويضه. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لنهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي ترحيب، ولكن بعد ترحيب راح تشوفون برنامج زكريت، البرنامج الجماهيري التنافسي الذي يبث يوميا عند 10 مساء، يتبعه برنامج مشاعر الساعة 11 مساء إن شاء الله. نعم مشاهدينا، لإقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج ترحيب أو عبر إنستغرام الريان تيفي. نعم، الوعد بكرة في حلقة جديدة من ترحيب. في أمان الله. مع السلامة.